كما قلت لكم العشرين المغرب الفيلة حالي هزة المغرب. كيقولوا لك البراجات راه خواو من الماء، راه الحق عندنا في المغرب اكبر براجات يكونوا عندنا في المغرب، ما دايرينش في العالم، ما دايرينش في العالم. فين ما تكون الشتاء ويكون الثلج يجمعوا الماء في البراجات، كرة الماء عندنا موجود، ولكن اللي يخدموا البلاد نفسهم بارده، كيشوفوها في روسهم ما كيشوفوش في الدراوش وما كيشوفوش في الشعب المغربي. ولكن الحقيقه ديال الدراوش كل اللي معاهم معاهم الله سبحانه. دابا شوفوا غنوريكم واحد العوينه هنا، شوفوا شحال ديال الماء كيخرج من هاد العين، وحسد دابا هاد العين نعطيكمها في المثال، عام عام ويا هاد العين كتكب الماء بحال ما هكا تقريبا، كون واخا يديروا الغضب ديال البراجات كره كلشي عامر بالماء. كره كشتا في المثال واخا ما تجي على 40 عام ولا 50 عام، كره الماء موجود عندنا في المغرب. كره المغرب كله خضار وكله نوار وكله بقر وكله غلم، كره كلشي واكل كلشي شارب، لان هو الفلاحه هي اللي كتهز المغرب، والماء هو اللي كيهز المغرب. الماء اصلا الماء اصلا راه هو فلوس، ولكن كما قلت لك اللي جمعوا هاد الماء نفسهم بارده. كما قلت لكم الخوت، نوريكم هاد العين، هي تشوفوها تبارك الله خارجه من الجبال، ونوريكم واحد العين اخرى هي كاينه حداها. ودابا بحال دابا الفيديو في المثل اللي كنصور وكنهضر عليه دابا، راه ماشي انا فقت من النعاس ولقيت الفيديو موجود محطوط حدا المخده حدايا باش غنصوره، راه ضربت الطرقان وتكرفس باش نصور لكم هاد الفيديو باش تشوفوه. علاش انا كنقلب على البلايص اللي فيهم المواضيع والبلايص اللي زوينين، هما اللي خصني ندير عليهم الفيديوهات باش نصيفطهم للشعب المغربي باش يسقيو العوينات ديالهم، باش يشوفوا بلادنا المغربيه كيفاش مأسسه وكيفاش مبنيه. علاش انا ان شاء الله بحول الله المغرب كامل غنكتشف. اشوفوا هاد العوينه الخوت فين كاينه، ها هي فين، شوفوا هاد العوينه ها هي فينا، قلت لكم الماء راه موجود هنا الخوت. يا بسم الله، شوفوا هاد العوينه منين خارجه، قولوا سبحان الله العظيم. يقول لك الماء عندنا في المغرب ما كاينش يا ودي، راه اللي يجمع هاد الماء ويجمع هاد الخير ما كاينش، راه هما اللي ما كاينينش. شوفوا الماء الخوت، هاد الماء دابا كون كيتجمع، كون كاينين البراجات، عندنا اكبر براجات ما دايرينش في العالم. كما قلت لكم هاد الماء كيتجمع، كرة الخير عندنا مشقلب، ما تلقاش الفقراء، ما تلقاش الفقراء عندنا في المغرب. المغرب كلشي يرجع اغنيه، كلشي يرجع اغنيه عندنا في المغرب. شوفوا شحال ديال الماء الخوت كيضيع. ها هي هاد العوينه، ها الماء منين كيمشي لي خارج منها، هو شتي الخوت، شتو الماء، ها هو منين كيمشي، وهو منين جاي تاني الخوت. شوفوا تبارك الله هاد العوينه اللي عاطيها الله سبحانه، شوفوا الماء منين كيخرج الخوت. هاو كيقول لك البراجات راه خواو، مانيش فعلا راه البراجات خواو، بقاو فيهم الحناش، بقاو فيهم الحناش والجران ونسخ البراجات. هاد الماء اللي كيشربونا راه كله مرض، هاد الماء اللي كيشربونا كله مرض، كله مرض صراحة تقال، كاع هاد الماء اللي كنشربو وكله مرض. شوفوا الخوت الماء كيدير، كيبان لكم الماء تبارك الله بياض صافي الماء، شوفوا الماء كيفاش كيبان لكم الخوت، شوفوا الماء، شوفوا الماء كيفاش كيبان لكم الخير ديال الله سبحانه. كل هاد الماء اللي كنشربو حنا ديال البراجات كله عامر بالحناش وبالجران، بالبول ديال الجران والخنز، كاع الناس مرضت بالسكر وكاع الناس مرضت. هاد الماء منين جاي الخوت؟ هاد الماء راه جاي من داك الجبل، راه فينا وشتيه، هاد الماء جاي من داك الجبل، من داك الجبل منين جاي هاد الماء، ها هو منين جاي جاي.
كما قلت لكم الخوت لما جاي من داك الجبل ها منين جاي، ها هو جاي من تحت الارض، ها هو كتشوفوا فيه افو كما قلت لكم الماء منين خارج، الماء ديال الله سبحانه افو الماء الخوت عاد يالله افو الماء كيفاش كيبان لكم صافي تبارك الله. هاد الماء كون كيجمعوه في البراشات كون قلت لكم الشتا واخا ما تجي على 50 عام ولا 40 عام كون الماء عندنا مشقل في المغرب. ها هو منين جاي تاني الخوت، ها هو شوفوا هاد الماء منين جاي الخوت، شوفوا هاد الماء منين جاي تبارك الله، شوفوا هاد البلاصة كتبان لكم مزيونة، شوفوا الديكور هنايا ها الماء منين جاي الخوت، قربوا الحقيقة شوفوا الماء منين جاي، شوفوا الماء منين جاي الخوت، شوفوا الماء منين جاي تبارك الله، شوفوا الماء ديال الله سبحانه. ها هو الماء كما كتشوفوا فيه، الماء تبارك الله عادي هنا يعني. الماء عادي هنا يعني تبارك الله، ها هو شوف تبارك الله منين كيك، هنا هاد البلاصه دايرين لها شاطو، دايرين لها شاطو، ولكن هنا هاد الجماعه اللي كاينه هنا نفسهم بارده، هنا كاين شاطو كيتجمع فيه الماء، علاش قلت لكم هنا الجماعه والبلديه نفسهم بارده هنايا، هذا شاطو ها هو الخوت، كما قلت لكم الجماعه والبلديه هنا نفسهم بارده، اللي كون جاو ولاد التشاريج كما قلت لكم وحيدوا منه هذا الربيع ويحيدوا منه بحال هاد الخاز، كما قلت لكم كون جاو حيدوا هاد الخاز وهادشي ديال هاد الزبل من هنا من التشاريج غتلقى هنا الماء نقي، غتلقى هنا الماء ابيض، غتلقى هنا الماء ابيض، شوفوا الخوت على شاطو تبارك الله قداش، غتلقاو هنا الماء ابيض، لانه علاش هاد البلاد كيجيو لها الكور، ولكن الكور دابا في المثل جاو هنا وشوفوا هاد الشاطو بحال ما هكا يقولوا المغرب ما نقيش بالرجوله يعيبوا على المغرب. شوفوا الخز كيفاش داير، حنت الشاطو خاصو يتغسل، خاصو يتغسل ها هو كتشوفوا فيه قداش الخوت، خاصو يتغسل وخاصو يتضرب بالصباغه، بالصباغه ديال الماء باش يرجع تشاري هكا كيدير، يضربوه بالصباغه ديال الماء، ها هو فين هو كتشوفوا فيه، شوفوا له حاله كيديرها، او كيقولوا لك راه كاينه الجماعه وكاين هذا وكاين هذا وكاين هذا، وما كاين حتى شي واحد، كاين الله سبحانه الصراحه حد قال ما كيخدموا ما كيردموا كيديو الفلوس بارده، الجامعات ودار القرويه والباشا كما كنقولوا كيديو الفلوس بارده، ما كيخدموا والو مريحين فوق الكراسي وكيديو الفلوس بارده. شوفوا كما قلت لكم الخزاج داير هنا والوسخ، شوفوا تبارك الله هاد البلاد كيفاش دايره، الزيتون هنا موجود عندهم، شوف الزيتونه شحال والده، شوف اخويا الزيتونه تبارك الله شحال والده، الزيتون عندهم والد بزاف هاد العام تبارك الله، كما قلت لك الزيتون والد بزاف هاد العام عندهم، شوف هاد العرش كيفاش متقل تبارك الله بالزيتون، مازال الزيتون غادي يغلاض، باقي رقيق، باقي رقيق الزيتون. باقي رقيق الزيتون، شوف هاد الزيتونة تبارك الله، شوف تبارك الله شحال والدة بالقلة، راه غيكونو هنا واحد ثلاثة صنادق ولا أربعة صنادق هنا يكونو ديال الزيتون اللي والدة هاد الزيتونة هادي،
اشاب كما قلت لكم الخوت، الماء راه كيجي من داك الجبل، من داك الجبل منين كيجي الماء راه جاي جاي. شوف الماء تبارك الله منين جاي، راه شي مخيم فين كيبانوا لكم شتيهم، شي مخيم ساكنه وما غنقربهم لكم. شي مخيم شتيهم فين كاينين ساكن. والمشكلة دابا كاين هذوك المخيم تما، دابا راب هذاك الجبل، كاع هذوك المخيم كاملين مساكن غادي يمشيو سبيل الله، ولكن ما عندهم ما يديروا مساكن، فهمتيني؟ ما عندهم ما يديروا مساكن. الما منين كيخرج الخوت، ها هو من هاد الشاطئ وهذا، ها هو فينا هو الما منين كيخرج وكيمشيو يسقيو به الناس الفلاحة. ها هو الشاطئ اللي قلت لكم المنكوب، هذا كيتسمى تشاريج المنكوب، ها هو كتشوفوا فيه الخوت، هذا تشاريج المنكوب. تشاريج المنكوب هذا كيما كي يتكرط من هاد الزبل كامل، وتيبان لكم الماء هكا كيدير. كرا يقدر يكون هذا كاع خزان، يقدر كاع يكون خزان هذا يشربوا منه الناس. ها هو الماء اللي كيخرج الخوت، ها هو شتو الماء، ها هو الماء تبارك الله. شوفوا منين كيخرج الماء، ابو تبارك الله الخير، راه كان ابو يعطيك الله الخير هكا تموت يعطيك الله الجنة. بحالاش يعطيك الله الجنة، يعطيك الله الماء، يعطيك الله النعمة، يعطيك الله الخير. ابو الماء الخوت هانتوما الماء موجود تبارك الله. الماء موجود، الطيور هنا موجودين. هنا هاد البلاصة عارفيها، فيه هنا وكنغامر هنا وكندير الفيديوهات، كندوز من شي بلايص خاطرين الصراحة. حد قالوا الدنيا تبارك الله، هنا الزيتون الخير موجود، هنا خير موجود هنا.